مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بمقابلة باستوديو بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة. مساء الخير دكتور الرئيس. شكرا. اشتقنا لك دكتور الرئيس. قبل ما نحكي عن هالمواضيع، يعني في شيء اليوم صار هلا قبل ما نسجل هالحلقة، هو خطاب الرئيس أوباما. قبل ما أحكي عنه تماما وتحضروا الكليبات اللي أخذناه هون، اللي ليش صمتت سنتين؟ اولا شكرا لانك اعطيتنا المقابله بعد تركك رئاسه الحكومه من سنتين. لماذا كنت يعني ترفض المقابلات خلال سنتين؟ يعني كنت يعني اعتقد انه يعني يجب افساح المجال لهيك الاراء تتوضح والاخرين يقوموا بدورهم، وبعتقد انه انا طبيعي لست مكثرا من الكلام، ولكنني يعني اذا ما كان عندي شيء ما بحب اطلع مشان احكي. توضح يعني مثل الكلام اللي بقوله if you have nothing to do don't do it here. يعني اذا ما كان عندك شيء ما كان عندك شيء تقوله ما في داعي حد يقول يحكي شيء يعني. فلذلك يعني انا يمكن مقل، ولكن احرص على انه اقول الكلمه في محلها. دكتور رئيس، معنا خطاب أوباما، في هيك عنوان، إذا بدك تحط عنوان واحد لهذا الخطاب شو هو؟ يعني أنا بعتقد الرئيس أوباما تحدث 45 دقيقة، كان في جانب منه هيك ببرنامج واضح وبموقف واضح فيما يتعلق بالإصلاح، وكان في هيك عموميات شديدة فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الإسرائيلي والسلام. ولذلك يعني هذا الخطاب الذي كان الكثير يتوقع منه الكثير أيضا منتظرينه، جاء فيه شيء من الخيبة فيما يتعلق بالجانب الثاني اللي هو مسألة السلام والصراع العربي الإسرائيلي. في موضوع الإصلاح كان واضحا، نحن مؤمنون بالإصلاح، ندعم الإصلاح، وبالتالي نلتزم بهذا الأمر، والدول التي تسير في طريق الإصلاح سنقوم بوضع برنامج كتير مهم لإلها اقتصادي، وحدد برامج وقال شيء شبيه بما فعلته الولايات المتحدة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. الدعم اللي أعطاه لمصر ولتونس، لمصر لتونس يشبه ما يعني فعلته يعني هكذا قال الغربية. هكذا يعني شبه، وبالتالي طبيعي يعني أورد بعض الأمور التفصيلية في هذا الشأن، وهذا أمر جيد. فيما يتعلق بالأمور الثانية، التزام الولايات المتحدة بالإصلاح، كان واضحا أيضا بالنسبة للدول التي لا تسير في طريق الإصلاح، فيعني قال أنه نحن لن نكون إلى جانبها وسيكون لنا مواقف واضحة بشأنها. وهذه الدول التي قادتها ما بده يمشوا بالإصلاح، فبالتالي يعني يرى بالنسبة لهم يعني هيك مصير مش كتير محبب. يعني إذا بسمح لنا نسمع ماذا قال عن سوريا تحديدا. النظام السوري أيضا اختار طريق القتل وطريق مواجهة شعبه. الولايات المتحدة قد أدانت هذه التصرفات وتعمل مع الأسرة الدولية على تعزيز عقوبتنا على النظام السوري، بما في ذلك الصعوبات التي تم الإعلان عنها يوم الأمس التي تستهدف الرئيس الأسد وحاشيته. الشعب السوري قد أظهر شجاعة ورغبة في التحول إلى الديمقراطية، لكن الرئيس الأسد لديه خيار الآن، إما أن يقود هذا التغيير أو أن يرحل. يعني هيدا الكلام عم بيقول انه اذا ما بتمشي بالاصلاح يجب ان ترحل، ولكن يعني هيدي ايضا خلينا نقول نافذه امل للرئيس الاسد برايك؟ يعني اعطاه خيار. انا بعتقد حكي عن القذافي، قال انه يعني خلص سيذهب. لا لك شغله، يعني هذا الذي جرى في العالم العربي من عمليات ما يسمى الربيع العربي، من جهه اولى بيعطينا صوره عن أن هذا العالم العربي فيه شيء ما يوحده، لأن هذه الشرارة انطلقت من تونس وعمت كل أرجاء العالم العربي. الأمر الثاني عم توحي بأنه لازال في خير في هذه الأمة ولا زالت قادرة على التعافي، وهذا أمر
لم يعد بالإمكان لأي دولة من الدول، وبسبب يعني حال الكبت الشديد الذي عانى منه يعني الشعوب العربية في كافة الأقطار العربية، وأيضا بسبب الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات، لم يعد بالإمكان أن يغفل الواحد هذا الأمر. صار في هناك يعني هدم لجدران الحواجز الزماني والمكان، فبالتالي لم يعد بإمكان أي دولة إنه هي تتوقف وما تقوم بعملية الإصلاح واتجاه نحو الديمقراطية. فلذلك كل مسؤول بيعتقد إنه يعني يجب أن يأخذ دروسا مما حصل ويأخذ شعبه نحو المستقبل، لا أن يبقيه مربوطا في الماضي. هل يمكن للرئيس الأسد أن يأخذ يعني هذا الأمر طبيعي يعني متروك للشعب السوري؟ نحن اتخذنا موقفا واضحا في هذا الشأن، صحيح، بأننا لن نتدخل بأمر بموضوع سوريا، كما لن نتدخل بشأن أي بلد عربي آخر. نحن في لبنان ندرك أن لبنان كان دائما موضع محاولات من العديدين للتدخل في شؤونه الداخلية، ولذلك نحن عندما نؤمن بأن لا يجوز أن لأحد أن يتدخل بشؤوننا نطبق هذا الأمر على أنفسنا بكل صرامة، بأننا يجب أن لا نتدخل بشؤون الآخرين. بس رئيسنا بيقولوا أنه أنت من يعني من 14 أدار اللي بتطلب منهم أن لا يتدخلوا، طبعًا، أن يبقوا على الحيط، ولكن بواشنطن بمحاضرتك بتقول أنه الشرارة لم تبدأ بتونس ولكنها بدأت ببيروت عندما اللبنانيين نزلوا إثر مقتل رئيس الحكومة. طبعًا أنا بعتقد أن لبنان شكل المثال. كيف بده يكون لبنان ما يتدخل وما يساند ربيع العرب وبتقول انه هو الاساس في ربيع العرب؟ انا بقول الحقيقه، شوفي، انا عم باخذ موقف عام، مش عم باخذ موقف متخصص بدوله معينه، انا عم بقول موقف عام. نعم، هذا الذي جرى في العالم العربي من تاخير لعمليات الاصلاح باتجاه الديمقراطيه وباتجاه الحريات وباتجاه احترام سيادة القانون وأيضا احترام يعني الإنسان كقيمة، فهذا الأمر الذي تأخر لم يعد من الممكن أن نظل نحن نعيش في القرن 19 والعالم صار عايش بالقرن 21. هذا الأمر بيتطلب تأقلم وتكيف من قبل جميع الدول العربية، ولذلك كان هذا موقفي في يعني المحاضرات التي ألقيتها في الولايات المتحدة الأمريكية، أكانت في جامعة جون هوبكنز أو في كل المناطق الثانية التي ألقيتها، وكان وجهة نظري التي تداولت فيها مع جميع أوباما قبل الخطاب. والله يعني بتعرف إذا حدا بيقرأ الخطاب الذي ألقيته بشوف يعني كثير من النقاط الواردة في خطاب الرئيس أوباما. خلينا نرجع لخطاب الرئيس أوباما، بعتقد أنه شكل بعض الخيبة بما يتعلق بموضوع رح نشوف قصة فلسطين، بس قبل إذا بتسمح لي رح أرجع لسوريا. أنت بتقول أنه نحن يجب أن نبقى على الحيط، ولكن هناك لاجئين سوريين عم بيجوا على الحدود اللبنانية من الشمال، يقال أنه جيش اللبناني قد سلم عسكريين 2 مبارح. هل يعني الدولة اللبنانية إذا ما بدها تتدخل بهيدا العمل ألم تتدخل؟ ألم تكن مع فريق ضد آخر؟ هل مجبر الدولة اللبنانية أن تفعل هذا الأمر بالنسبة للتسليم؟ تسأل عنه الدولة اللبنانية. يعني مين هي هلأ الدولة اللبنانية؟ هلأ يفترض طبيعي أنه الحكومة حكومة تصريف الأعمال، هذا الأمر طبيعي. رئيس سعد الحريري الغير موجود في لبنان، طبيعي هو على اتصال مع فخامة الرئيس وعم بنسقوا ما بين بعض. هلا كيف تم القرار لتسليم العسكريين وما هي المستندات التي قدمت أو لم تقدم؟ لا أدري. من يحكم لبنان دولة الرئيس؟ هلا طبيعي، هلا الحقيقة يعني يفترض طبيعي أن الوزراء الموجودين عم بيسيروا الأعمال، وهذا الأمر يعني في شيء من الأمور التي كان ينبغي أن يصار إلى إجراء مبادرات أكثر بكثير لإبقاء يعني إدارة شأن الدولة أكثر مما هو هلأ حاصل. لكن بعتقد أنه يعني يا إما بتألف حكومة على مجال تأليف الحكومة يعني، أو أنه بعتقد أنه الرئيس سعد الحريري ما بعتقد لازم يجي ويمارس عمله، لازم يرجع على السرايا يمارس أعماله ويمارس عمله من السرايا
بشكل كامل، لأنه حكومة تصريف الأعمال عليها أن تتولى إدارة شأن الدولة بشكل كامل، لأنه لا يوجد فراغ في السلطة. نعم، مثل التجربة اللي حضرتك. طبيعي. مثل ما بلجيكا صار لها سنة بلا حكومة. تمام، عاد 5 أشهر أنا عم صرف أعمال 100%. لنعود إلى خطاب أوباما وموضوع فلسطين، إذا نسمع ماذا قال عن فلسطين. إذا كليب أوباما غير جاهز، ولكن اللي قالوا عن فلسطين أنت لقيته أنه مش كافي، بس لكن قال يعني قال دولة فلسطينية قابلة للحياة بحدود 67 ودولة إسرائيلية آمنة، ليش مش كافي؟ يعني أنا بعتقد يعني شوف يعني في أمور ما حكى عن موضوع مثلا القدس، ما حكى عن موضوع حق العودة، حكى عن إسرائيل دولة إسرائيلية وهذيك دولة عربية، يعني ما كان ينقص بهذا الأمر بهال 45 دقيقة أن يضع يعني هيك الباراميترز أو الـ هيك الأقانيم الأساسية لما يطرحه بشكل أوضح، يعني لم يقدم برنامجا واضحا بما يتعلق بموضوع السلام. هاي خطوة أولى. كان طبيعي، أنا لا أنكر أنه يعني لا يمكن أن يتطرق لكثير من التفاصيل حتى ما نظلم رئيس أوباما، لكن أنا بقول أنه كان خلقوا توقعات كثيرة لدى الناس حول ما يمكن أن يقوله في خطابه، وبالتالي بقي ضمن عموميات عديدة، فبالتالي لم يأتي بشيء جديد. يعني هالكلام اللي عم يحكي، يعني ما في مبادرة سلام جديدة، ما في مبادرات، وعم بيقول أنه هذا الأمر غير قادر للبقاء، لازم يكون في محاولات، وبالتالي يعني تشجيع، لكن أقرب ما يكون إلى الطروحات الإسرائيلية منها إلى الطروحات العربية. قال هو عم بيحكي كمان عن الثورات العربية وعن إسرائيل وفلسطين، كانت العربية عم بتحط عاجل إسرائيل توافق على إنشاء 620 منزلا في القدس. تمام، شفت يعني كمان نفس الشيء، يعني وقبل يوم من زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، كأن محاولة لنسف أيضا حتى القليل مما تقدم به الرئيس أوباما، عم بيحاولوا ينسفوه بهذه العملية. قلت رئيسات الصحراء توقف لحظات ونعود إلى برنامج استديو بيروت. حتى 50% من العالم يعانون من القشرة ومشاكل فروة الرأس. من باريز نتابع الإنجاز الرائد في علم الجلد. العديد من الشامبوهات تنظف سطح فروة الرأس فقط، لكنك تحتاج لأن تغذيها بعمق. إليكم يوتريوم 10، تركيبة خاصة من الفيتامينات والمعادن تغذي فروة الرأس بعمق 3 طبقات لتحل مشاكل القشرة، الحكة والجفاف. هذه التكنولوجيا موجودة فقط في شامبو كلير الجديد، إنها نهاية مشاكل فروة الرأس. كلير الجديد، تغذية بعمق لفروة الرأس. ما هو موقف شعوب دول الخليج من طلب انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون؟ هل اتخذ القرار بدوافع سياسية وعسكرية؟ هل لدى الأردن والمغرب ما تقدمانه لدول مجلس التعاون؟ وجه الصحافة مع داود الشريان، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. مع صنفي تحكم بالنور الطبيعي، حركة وحدة تكفي لتعيش براحة ورفاهية. القرب من الناس يعطي القصة أبعادا جديدة، وهذا ما نسعى إليه. هادي الحناشي، العربية.
نعود إلى برنامج استوديو بيروت، والمقابلة هي مع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة. دولة الرئيس أوباما طبعا حكي عن استراتيجية، وكأنه الدولة الأمريكية هي اللي عملت الثورات في العالم العربي، رغم قال أنه هي طبعا الشعوب، ولكن كأنه هو اللي حقق ما سمي بالشرق الأوسط الجديد. هلا ما بعرف كلمة الشرق الأوسط الجديد بما كيف كانت تستعمل في الماضي، كيف عم بفكر فيها، بس لنكن واضحين انه نظم ديمقراطي. هذا الربيع العربي هو صناعة محلية وليس صناعة مستوردة، ولا هي مفروضة من الخارج. هذه يعني منشوفها انه يعني لو واحد بده يقعد يعمل مؤامرة ما بتطلع بايده ولا اي حدا يعمل هذه المؤامرة لتعم عدد من 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 دول العالم العربي. هذه نتيجة حقيقة هذا الإحساس ب يعني القمع. الإبعاد عن المشاركة في صنع المستقبل، وبالتالي الاستمرار في هذا الإحساس من المهانة، جزء منه المهانة المتأتية من الاحتلال الإسرائيلي. ما ننسى هذا الموضوع، الاحتلال الإسرائيلي وعملية الصلف الإسرائيلي وعدم المبادرة. مش فقط إسرائيل، كانوا يطلعوا كراهية لإسرائيل، ولكن هلأ طلعوا ضد الظلم والقمع. أنا عم بقول إنه في هناك إحساس إنه في هناك مشكلة هي جوهر الصراع في المنطقة، وبالتالي يجب التنبه لها، وهي كانت تشكل عامل أساسي من شعور العربي أينما كان، بأنه هو في غضب مستحكم به مش قادر يعبر عنه، عم بيحاولوا يصرفوا هذه الطريقة بطريقة غير منتجة هذه الأنظمة، وبطريقة بتفشل النتيجة. هذا سبب. أما السبب الآخر هو الشعور بالمهانة نتيجة الاستبعاد، نتيجة عدم المشاركة. الناس اللي طلعوا مش طلعوا مشان الخبز وتظاهروا، وهي الحرية. كل مال الكرامة، هذه الكرامة التي افتقدوها لسنوات طويلة هن اللي طلعوا عبروا عنها. ويلي أبو عزيزي لما أقدم على 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 هذا العمل الحقيقة كان انتقاما لشرفه ولكرامته، وهذا الامر الذي عم الدول العربيه. بس هو بيحكي عن الحوار والتسامح، قال هيدي منطقه مهد الديانات، فيجب انه اللي بيتحاور ينقذ، كانه يقول ذلك. طبيعي. ان احنا عم نقول هالكلام بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه للانظمه، مش معنى ذلك انه هاي دعوه لانه نرجع نسلك طريق العنف. طريق العنف خلص استنفد دوره ولم يعد يمكن أن يعطي أي نتيجة. يجب أن نعود إلى طريقة الحوار، طريقة التسامح، وهذا يقتضي من جهة أيضا ليس عملا مفروضا علينا نحن بدنا نبادر، لكن في هناك دور بدأت تقوم فيه الولايات المتحدة وأيضا الغرب. نجح في إيران، أنا بعتقد أنه يعني هذه الأشياء عندما بتحصل، هذا النجاح الذي قد يبدو الآن قد تكتشفين بعد فترة أنه كان ذروة الفشل. نعم. فبالتالي ليس بالضرورة. أنا اللي عم بقوله أنه هذه الأسباب دفعت هالناس نحو المطالبة بالتغيير لاستعادة كرامتها وحرياتها واحترام حقوق الإنسان. نعم. هذه الأشياء والعدالة حتما. أنت عم تحكي نرجع للعدالة، عم تحكي عن قصة فلسطين والنكبة. بتعرف أنه من يوم الأحد، يعني من 3-4 أيام، صار في خضة على الحدود اللبنانية في جنوب لبنان، وقتل 11 شاب. هل تخاف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الجنوب إذا ساءت الأحوال في سوريا؟ يعني أول شغلة، أنا مع حرية التعبير مثل ما أنا مع الإصلاح باتجاه الديمقراطية والحريات. نعم. واحترام حقوق الإنسان، أنا مع حرية التعبير، وكان من المفترض أنه هذه حرية التعبير والتظاهر أن تؤتي أكلها لم يجري توقيفها بفترة سابقة، أكان ذلك بالضفة الغربية أم في غزة. نعم. أم أيضا في الدول العربية من اللي بتشكل وسائل ضغط. صحيح. على إسرائيل. طبيعي نحن يجب أن نقيس حركتنا بحيث لا يؤدي ذلك أيضا إلى الإخلال
في التعهدات التي لدينا ولا سيما بالقرار 1901. الذي حصل أن هؤلاء الشباب العزل الذين تظاهروا قابلتهم إسرائيل بإطلاق النار، وفي إطلاق نار اللي هو متقصد للقتل، صحيح الرصاص اللي بيفلش الحقيقة. يعني مش إنه واحد عم بيجي بس استعملوا هالشباب ولا لا؟ وهل ممكن نقول إنه الحدود مفتوحة لورقة سياسية ما في؟ لا شك إنه يعني أمر بلبنان طبيعي موجودين، كنا نشوف بين وقت ووقت في مظاهرات بمحلات معينة، يطلعوا يوقفوا حد الحدود، يرموا حجر كذا من النوع، كان في شيء من النوع. الشيء اللي حصل اللي هو لأول مرة هو ما حصل في الجولان، هذا لأول هيدي الجبهة اللي هذا لأول مرة. عم نحكي عن لبنان، هل في خوف أنه تستعمل ورقة الجنوب؟ أنا بعتقد أنه الآن يعني مثل تكاد تكون أنه محاولة وجرى التعبير عنها. أكثر من ذلك بده واحد يدرسها بعناية فائقة حتى لا ترتد سلبا علينا. دكتور رئيس، لنحكي عن تعثر تأليف الحكومة. خلينا نسمع ماذا قال الجنرال ميشيل هونغ. عمل مظاهرات بطرابلس بس سقط بالتكليف، هو زيته وعد بالتواطؤ عم بيوقف تأليف الحكومة، بالتواطؤ مع ناس مسؤولين عن تأليف الحكومة. إذن أنتم أو الرئيس سعد الحريري وأنتم فريق الأكثرية السابقة مسؤولين عن عدم تأليف الحكومة، ماذا يؤخر تأليف الحكومة؟ هل هي وزارة الداخلية؟ هل هو ميشيل عون؟ هل هي سوريا؟ أم من؟ يعني خلينا نكون واضحين، هذا الذي جرى في لبنان معروف ملابساته، صار في انقلاب، صار في تهويل على بعض النواب، انتقلوا من مكان إلى مكان، وبالتالي كان في هناك عدم تبصر في القيام بهذا الانقلاب، وظن بأنه قادرين على أنه هن يألفوا حكومة بشكل سريع. تبين أنهم غير قادرين على تأليف حكومة بشكل سريع، بالعكس من ذلك ظهرت الخلافات فيما بين الأطراف الجدد الذين شكلوا الآن أكثرية، فكل واحد عنده الأجندة بتاعته مختلفة عن الأجندة الآخر كيف نظرته. لا هناك في وضوح للسياسات، ولا هناك في وضوح أيضا في كل واحد شو بده شو بأي حقائب، وبالتالي اختلفوا على هذا الأمر. لكن الذي جرى أيضا أن اختلف المنظور الإقليمي بشكل كبير، ولا سيما أيضا بما حصل في سوريا. أصبح الآن حتى ما يسمى دفتر الشروط الذي كان موضوعا على الرئيس مئاتي لم يعد قابلا للتنفيذ، تغيرت الظروف الآن. أساسا لم يكن من الإمكان تأليف حكومي بهذا الشكل المواجه، تغيرت الظروف بسبب الخلافات فيما بينهم وبسبب الخلافات في المنطقة. أصبحوا الآن الوضع هو التالي، المعنيين بهذا الشأن كل واحد معاطينه جانب، الجنرال عون عنده جانب أخده، حزب الله وحركة أمل جانب آخر، وحلفاء الشقيقة سوريا أيضا كمان عنده موقف. لكن أكاد أرى أنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا حكومة كما كانوا يتصورون في وقت مضى. ليه؟ لأنه هذه الحكومة يلي هني بدهم إياها تجي برأيهم حكومة الـ يعني هيك المناكفة وحكومة المعاقبة والملاحقة، الانقلاب والفوز. طيب كويس، عم بقول لك إنه هذا الأمر أصبحت الظروف المحلية والظروف الإقليمية لا تسمح بذلك. دقيقة بس خليك معي شوي. فهني لا يستطيعوا أن يؤلفوا حكومة كما كانوا يتصورون بالشكل وبالطريقة. نعم. ولا يريدون أن يؤلفوا حكومة كما هو ممكن الآن تأليفها. برأيي أنا ما عاد ممكن تأليف حكومة إلا كحكومة يعني من الاختصاصيين الذين هم عندما يصبحوا وزراء يكونوا سياسيين. خليكي معي شوي صغيري. فبالتالي لا أظن يعملوا هذه ولا أظن يعملوا هذه، ولكنهم هم أيضا في الموقع اللي هم موجودين قابضين على زمام السلطة بشكل أو بآخر.
إذن هن اللي عم بيحكموا. وقت سألتك من يحكم لبنان؟ قابضين على زمام السلطة، وبالتالي لا يريدون في هذه المرحلة أن يتحملوا المسؤولية بسبب أيضا الظروف الإقليمية، لأنه تأليف حكومة بأي شكل من الأشكال ولا سيما كما هم يودون تأليف الحكومة سيؤدي إلى ربما مواجهة لبنانية ومواجهة مع المجتمع العربي والمجتمع الدولي حسب طبيعي بيان الوزارة. فبالتالي هم هلأ بوافقهم عدم التأليف، وبالتالي قابضين على السلطة ودون أن يتحمل المسؤولية. شو عم بيحاولوا يعوضوا عن ذلك؟ في الماضي عندما لم يستطيعوا أن يعني يؤثروا على الحكومة في الفترة التي كنت أنا فيها رئيسا للحكومة، عمدوا إلى تعطيل مجلس النواب. الآن لأنهم مش قادرين يألفوا حكومة أو مش رغبانين يألفوا حكومة بالشكل اللي عم نحكي عنه، فبالتالي عم يلجأوا إلى أسلوب آخر يلي هو إحلال المجلس مكان الحكومة، إحلال المجلس مكان الحكومة. وهذا بشكل حقيقة يعني نوع من هيك التعسف في استعمال المجلس. يعني وقت اللي كان مفروض يجتمع المجلس وهذا هو أم السلطات جرى إخفاض المجلس، والآن كمان حسب وجهات النظر المختلفة. هل هي لأحداث بحال صدر القرار الاتهامي؟ هل هي لماذا؟ لتسيير أمور البلاد؟ يعني لا شك أنا يعني موضوع القرار الاتهامي أصلاً وقت اللي بيصدر ما عنده حدا أي سلطة على تغييره أو التأثير به، فبالتالي هذا الأمر يعني أكاد أرى أن الجميع أدرك أنه لا يستطيع أن يغير شيئا فيه. عندما يصدر، متى يصدر لا أعرف، ولكن على الأقل عندما يصدر بيقدر أي واحد إذا كان خارج السلطة يقول عن رأيه بشكل إذا يعني كان بالسلطة أوضح. إذا كان بالسلطة صار صعب، فبالتالي ربما هذا أحد الأسباب التي تجعلهم يتخذون. قلت الرئيس ممكن ترجع رئيس الحكومة إذا اعتذر رئيس نيابتي. أنا بعتقد هذا الموضوع أنا طويته. ممكن يعتذر رئيس مئاتي أريمة؟ أنا خليني أقول لك، الرئيس مئاتي من أول يوم يعني زارني، وكان ذلك يعني بزيارة تقليدية، سألني ماذا تنصح. لقد قلت له رأيي بصراحة، واحد أن هناك انقسام في البلد، وهذا الانقسام لا يمكن معالجته بطريقة التصادمية. فلذلك نصيحتي لك بسبب هذا الانقسام أن تلجأ إلى الأسلوب أن حكومة مصغرة من 24، وأيضا أن يكون من خلال الاستعانة بمجموعة من الاختصاصيين، ويكون هذا الأمر وسيلة لترك الأمور الخلافية والتي في عليها تشنج جانبا إلى أن تهدأ الحال ويعود مجال للحوار والتلاقي بين الفئات. هذا عندما لم تكن قضية تونس قد حلت، ولم تطرأ بعد قضية مصر ولا قضية أي من الدول العربية. بعد ذلك اجتمعت بالرئيس مئاتي وقلت له أنا السبب اللي كنت نصحت فيه بهذا الشأن، أعود وأقول لك أن هناك أسبابا إضافية تستدعي اعتماد هذا الحل، ليس فقط الانقسام الداخلي ولكن أيضا الظروف الخارجية التي فيها العالم العربي. ليس لا يحتاج العالم العربي، وليس هناك من فائدة في إضافة أسباب إضافية تأتي عن انعكاسات الحكومة التصادمية في لبنان وتنعكس على أكثر من بلد عربي. ولذلك أنا نصيحتي هذه أكررها وأعززها لك، وأنا بعتقد أنه أكثر من ذلك قلت له أنه إذا تألفت حكومة من هذا النوع من الخبراء والاختصاصيين وكان بيانها معقول، في هناك إمكانية أنه أنا أعطيك ثقة. دكتور رئيس شكرا لوجودك معنا باستديو بيروت، شكرا للمشاهدين لوفائهم، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.